بعيدا عن النادي الاهلي ونهائي دوري ابطال افريقيا، دربت في السابق فريق الهلال السعودي، رايك ايه في انباء انتقال ليونيل ميسي او امكانيه انتقال ليونيل ميسي الى نادي الهلال السعودي؟ أنا كنت هنالك منذ فترة قصيرة وقضيت وقتا ممتعا، والهلال هو أحد أكبر الأندية في المنطقة العربية. لم أكن محظوظا في تدريب الهلال مثلما كنت محظوظا وقت تدريب العين الإماراتي. لم يكن وقتي جيدا أثناء التحاقي للهلال السعودي، ولكن لم أحظى بفترة أكبر من 6-7 شهور كمدربا للهلال. كان هنالك 5 لاعبين من القوام الأساسي لنادي الهلال والمنتخب السعودي مصابين أثناء فترتي كمدربا فنيا للهلال السعودي. شاركنا في العديد من المنافسات والبطولات. كان شاركت كمدربا حوالي 82 يوما. كان لدي قائمة صغيرة من المشاركين من اللاعبين لنظر العديد من الإصابات. حاولت مرارا وتكرارا تعديل الخطة حتى كان هنالك من اللاعبين من المتوسط الميدان ألحقتهم بقلب الدفاع. لم تكن التجربة جيدة، ولكن كانت حسنة إلى حد ما. ولكن الهلال هو أحد أعظم الأندية وأكبر الأندية في المنطقة العربية. لا أعرف حقا انتقال ليونيل ميسي إذا كان هذا الخبر صحيحا أم لا، ولكن النادي قوي للغاية من حيث الناحية المادية، قادرا على ضم ألمع النجوم، ولا نرى ذلك. بمناسبة ليونيل ميسي، هل ترى أن كريستيانو رونالدو نجح مع نادي النصر؟ تجربة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر خلال هذه الفترة القصيرة نجحت أم لا؟ حسنا، هو شارك معهم والتحق بهم وأحرز العديد من الأهداف. كان صعبا عليه أن يلعب في الدوري السعودي، خصوصا مع اهتزاز المستوى الفني لباقي اللاعبين. لكن قدرة كريستيانو كانت جيدة بالنسبة للدوري السعودي، ولكن لا أعرف حقا، ولكن أرى أن الهلال أفضل فنيا وبدنيا من حيث اللاعبين، وقاموا بموسم رائع حتى الآن. أنا أعرف أن المواطنين السعوديين يسعون إلى تحسين الصورة الخاصة بدوري المحترفين السعودي من خلال تطويع تلك الخدمات وتحسين خدمات الدوري المحترفين هنالك واستضافة كأس العالم أيضاً.